اخواني واخواتي، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو كيف ديما باتم الصحه والعافيه. فيديو جديد، روتين جديد، كنغبر عليكم مره. مهم انا جيت لكم بواحد الروتين اللي خفيف ظريف، كيفاش تخلي الطواليت ديالك فيها ريحه زوينه. البنات هاد الزيوت كنت خديته من الفا 55، الصراحه البنات زوينين بزاف، كيخلي واحد الرائحه اللي يا سلام. هنا غادي نبدا معكم لا فيديو من بيت الناس، غنحاول انني نطوي شويه، نحيد شويه الغبره حيت عندي البالكون كتدخل ليا الغبره بزاف. هذوك الكوافوزات الكوافوز الصغير ديما كيعمر ليا بالغبره. كنحاول مره كندير هاد الروتين البنات، كنقي شويه الدنيا. المهم هنا كي كتشوفوا حيدت لي بارفان، حيدت ديك الزجاجه، سست ديك الهيدوره صغيره. مهم نقيت شويه الدنيا، مسحت غير بلانجيت البنات كي كندير ديما. هنا كذلك الجهه ديال راجلي حتى هي مسحتها ونقيتها. من بعد غادي ندوز، غادي ندير واحد السياقه اللي خفيفه وغادي نشارك معكم كيفاش البنات كان حيت بزاف كيسولوني على كيفاش كنصيق داك الجفاف. المهم خليكم مع الفيديو. معطر البنات ديال البيم باش كنصب من الحوايج هو اللي كندير منه شويه، حاولوا ما تكثروش منه البنات حيت كيخلي الضبابه بالنسبه اللي عنده الزليج كيخلي الضبابه. المهم ديروا غير شويه وشويه، مره كندير سانيكرو ومره كندير جافيل. انا البنات هاد الجهه هي فاش كنبدا ندوز هذيك الجفاف، وهاد الجهه الاخرى اللي درت فيها هذا المعطر ديال غوتا غوتا كندير فيها شويه المعطر غوتا غوتا وكندير فيها الماء. يعني هاد الجهه الا بغيتو ديروا فيها التيد، الجهه الاخرى ديروا فيها التيد وجافيل ولا سانيكرو. انا كندير فيها غير داك المعطر، والجهه الاخرى يكون فيها غير الماء باش فاش تعصروا الجفاف ديالكم. حاولوا ما تعمروش السطل حتى الفوق باش تلقاو فين تعصروا الجفاف ديالكم، حيت الا خليتوا الماء الفوق كيبقى الماء في الجفاف. وانتما كي كتشوفوا البنات يعني الجفاف تقدروا تسدوه من جوج بلايص، يعني تقلبوه من هاد الجهه وتعاودوا تقلبوا لابوتو تشلوا الجهه الاخرى. راك شفتوا هذيك اللعيبه اللي وريتكم. المهم ها انتما البنات انا راه كندوز الجفاف على الدار، حيت البارح كنت صيق درت واحد الصياقه ديال القلب، درت فيها الشيتا وداك الشيء ما كتصورت معكم. والبنات هنايا هذا مستر بي بالنسبه للصدى، صراحه البنات زوين راه كاين في بيم، هو ما بردش ليا الغديد ولكن المهم نقص ليا شويه الصدى. كي كتشوفوا الصدى راه كيهبط ليا حتى الزليج، درتو حتى على حساب جيت الزليج راه نقى ليا شويه. المهم بعدا اللهم هو ولا والو. الا كتعرفوا البنات شي حاجه اخرى اللي كتحيد الصدى مزيان 100% خليوها ليا عافاكم في لي كومونتير. المهم البنات انا كنديرها غير لافابو، كنديرها هذاك ديال الرشاشه ديال الدوش ولا في الكوزينه، لافابو ديال الكوزينه. المهم كيخلي ليا الدنيا نقيه صراحه. هذا البنات حيت عندي خويا اللور كيهبط ليا الماء، داكشي اش كنحاول ندير غير بشويه باش ما يهبطش ليا الماء اللور. هنا كنحاول ندوز غير بشيتات السنان، شيتات السنان كتدخل لك البلايص اللي ما كيوصلش ليهم البرودوي. وهنا غادي نبدا نشلل. شوفوا واحد لافغيونس كتخلي صراحه واحد لافغيونس زوينه، ولكن ما كرهتش شي حاجه اخرى احسن. الا كانت شي حاجه اخرى احسن خليوها ليا في كومونتير. جربت الو ساعه ما دارش ليا شي حاجه، بالعكس خلى ليا الطبيع تما ما عجبنيش. داكشي علاش هذا مستر بي صراحه زوين، بعدا كينقي كيحيد شويه بعدا داك البقع. انتما كي كتشوفوا كيبان لكم بعدا راه داك الروبيني تنقى، ما بقاش فيه داك الصدا وداك الطبيع. راه الصدا الا كان كيبان لكم البنات راه هو لتحت من الرشاشه، ما عرفتش شنو ندير ليه الصراحه. نقص هو كان بزاف ولكن نقص كومين بعدا نقص شويه. وهنا حاشاكم جيت لاشاس كنديرها انا غير جافيل البنات، ما كنديرها حتى حاجه اخرى، كنديرها جافيل كنقي كنخليه واحد 5 دقائق صافي، وكنحكو بالشيته والتيد وهذا وكنشل صافي. ودزت المرايه اللي هي ضروري كنمسحها كل نهار، راك عارفين مع لابابو كتبقى تغسل وجهك وداكشي كيبقى يترش الماء، داكشي علاش كنمسحها كل نهار. البنات هاد الروتين ديال الطواليت راه الصراحه كنديرو نهار نهار لا، الطواليت انا عندي ضروري خصني نحكها ونسيقها على الاقل نهار ونهار لا. وكندير لها حتى هاد الزيوت البنات كتخلي واحد الريحه اللي زوينه، انا غادي نشارك معكم في هاد لا فيديو. ولا بغيتو البنات الريحه ما تبقاش لكم في الطواليت خاص ضروري الفوطه تبدل نهار نهار لا.
جفاف الا كنتو دايرينو في الطواليت خصو ضروري يتصبن وديري ليه صاني كروه وتحطيه، حيت ملي كيبقى داك الجفاف محطوط تما كتبقى فيه الريحه. هنا البنات كي كتشوفوا داك الزيت راه هنايا كتحكيت واحد الصابونه ودرتها فهاد العيبه الكيسان ديال الشمع وكندير عليهم داك الزيت وكنديرها حتى على اللوريضات، وصراحه كتبقى ليا الريحه زوينه البنات في الطواليت. وتا البابي جينيك داك الكارطون اللي دخلاني حتى هو كندير ليه الزيت كتخلي ليا واحد الرائحه البنات، والله الا زوينه جربوها وشوفوا. وهاد الزيوت راه فيهم بزاف ديال الريحات، كاين ديال الفاني كاين ديال الفرومبواز كاين بزاف، انت كتعزلي اللي بغيتي شنو بغيتي بالضبط. حتى لافابو البنات كندير فيه بلاصه في ديال الروبيني كندير فيه واحد المقيطات وكنديرها حتى فداك القرقره ديال لافابو، صراحه كتبقى الريحه البنات والله الا كتبقى زوينه. المهم ما نطولش عليكم، خليكم على فيديو حتى الاخر. وهنا من بعد ما سالينا التنظيف والمراه ارتاح وارتاحينا مورالمون، غادي ندوزو نديرو واحد الكيكه اللي ديال المقله اللي اول مره غنجربها معكم فهاد لا فيديو، خليكم حتى الاخر. اللي غادي نحتاجو في الكيكه كاس ديال السنيده، كاس ونص ديال الدقيق، كاس كبير شويه ديال الماء طايب درنا فيه واحد ساشي ديال نسكافي، قولوا ربع كاس ديال الزيت، واحد ساشي ديال الكاكاو وخماره. غادي نخلطوا النواشف هما الاولين عاد نبداو نزيدوا في السوائل. نبداو على بركه الله، كاس اونص ديال الدقيق، من بعد كاس سنيده، من بعد ساشي ديال الكاكاو، نخلطوا كل شيء. هذا البنات راه ما تحتاج لا بيض لا حليب. من بعد ما خلطنا النواشف غادي ندوزو نكبو عليهم هاد القهوه. نعاودو نخلطو، من بعد نزيدو ربع كاس ديال الزيت، غادي تبقى لينا الخمارة. خلط داكشي مزيان، هاد الكيكه البنات كتجي معلكة زوينة. من بعد كنحصلو على هاد الخليط هاكا البنات، هادي هي المقلة البنات اللي غادي ندير فيها الكيكة. دهن من بعد ما دهنتها بالزيت، والعافية تكون مهيلة البنات، خصكم تكونوا شاعلين على العافية تكون مهيلة. هانتوما البنات تشعلو عليها وتناقصو باش ما تحرقش ليكم. من بعد غادي دابا نكب الخليط هنايا، دابا غنغطيها بشي حاجة باش طيب ليا من الفوق. غادي نغطيها بهادي، هانتوما كي كتشوفو كيكة طابت. دابا غنحاول نحيدها من المقلة باش نديرها في الطبيسيل. تحسو بها راه طابت البنات، بلاتي ندير كاع هاد راه تشوفو غادي يجا فيه شوية ديال شتو البنات. المهم هاهي طابت، دابا غنحيدها، طابت ليا تقريبا في 10 ديال الدقايق يعني ما لصقاتش. كي كتشوفو شتوها. نشارك معكم صوص الشوكولا باش غادي نغطي داك الكيكة. غادي نحتاجو فيها معلقة كبيرة ديال النشا، وصاشي كاكاو، صاشي ديال الكاكاو، ونص كاس ديال السنيدة. غادي نخلطو النواشف،
من بعد نشعلو على العافيه ونزيدوها كاس ديال الماء. كنخلطو حتى يغلى داك الخليط ونطفيو عليه ونزيدو عليه سته ديال الشكلاطات، طروفه ديال الشكلاط. هانتوما البنات دابا غنشد الكيكه اللي في المقله، غادي نلوحها في الطبيسيط كي شفتو المقله ما لصقاتش ما حتى حاجه البنات، ويني ديروها في المقله اللي كتلصق. ها هي البنات الكيكه، كتشوفوا كتجي زعما تقدروا هذه البنات ديروا بها حتى الجينواز، الا بغيتوا تصوبوا شي كاطو تقدروا تصوبوا جوج طبقات وديك الساعه ديروا طبقه ديال لاكريم وطبقه ديال الكيكه اخرى وعاود فوق منها طبقه ديال لاكريم. دابا البنات انا غادي نشوف لاصوص اللي طابت ليا باش نزيد عليها الشكلاط ونزين بها. ها لاصوص كي كتجي ما غادي نحاول نسرحها باش ما تجينيش كثيره بزاف، ديك الساعه تزين زوقوها باش ما بغيتو. ها هي البنات من بعد كتزينوها غتبقى دابا غايبان لكم الشكلاط باقي هابط شويه، ملي غتشد في راسها وندخلها الثلاجه غير تشد في راسها غنحيدها من الطبسيل ونحطها في الطبسيل عادي، غيكون ديك الساعه الشكلاط شد في راسه. ومهم تزينوها باش ما بغيتو، انا درت لها غير الشكلاط هنا، درت لها غير الكوك، لا عندكم الشكلاط ديروه. المهم كنتمنى تجربوها وغادي تعجبكم. هنا غادي نكون وصلنا لاخر ديال الفيديو، كنبغي نشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وحيت بقيتو حتى الاخر ديال الفيديو، وكنبغي نشكر بزاف الجزائريات بزاف كيتفرجوا فيا، كنبغي نقول لكم شكرا من هنايا. وما تنساونيش كيف ديما بواحد ابوني واحد جيم، وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي.